تريد أن تفرح رب العزة والجلال الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال وخلق الأنهار وخلق الكواكب وخلق المجرات وخلق كل شيء وقدره تقديرا؟ أتريد أن تفرحه؟ كأنك تقول نعم. تب إلى الله، ارجع إلى الله، واستمع إلى ندائه جل وعلا وهو يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله، نداء كله أمل وكله شوق من الله إلى العبد، العبد الذي أسرف على نفسه من الذنوب والمعاصي، وكلنا ذلك العبد. تعال أخي الغالي، تعالي أختي الغالية، تعال أيها الموحد الطيب، تعالي أيتها الموحدة الطيبة إلى رحاب الله جل وعلا وإلى التوبة. ما أجمل التوبة: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك، إن عفوت وحسن ظني فكم زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني. يغفر ذنوبك ويتجاوز عن سيئاتك ويعفو عنك كأنك لم تقع في ذنب، فأقبل.